اهلا بيكم النهارده في الفيديو الاول ليا معاكم مقسم الاعتبار. انا هنا معاكم علشان اعرفكم على انواع الموبايلات ومميزاتهم وعيوبهم، ومستعد اجاوب على اي استفسار في الكومنتات. فضلا وليس امرا، اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده معانا موبايل من شركه اوبو، وهو اوبو رينو 3. هنتعرف مع بعض على مميزاته وعيوبه ومواصفاته وسعره. يلا بينا نبدا. اوبو رينو 3، المعالج ثماني النواة، ميديا تك هيليو بي 90، التخزين هي نسخة وحيدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الكاميرات خلفية رباعية، الأولى بدقة 48 ميجا بكسل، والتانية بدقة 13 ميجا بكسل، والتالتة بدقة 8 ميجا بكسل، والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل. الكاميرات الأمامية هي كاميرا واحدة أحادية بدقة 44 ميجا بكسل. الشاشة بحجم 6.4 بوصة بدقة فول اتش دي بلس، فيها نوتش صغير، ونظام التشغيل اندرويد 10 باي. البطارية ضخمة بسعة 4025 ملي امبير. وكل ده هنقوله بتوسع في مواصفات الموبايل. مواصفات الموبايل، الموبايل جاي من خامات من البلاستيك اللامع، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، وبيدعم جميع الشبكات حتى الجيل الرابع 4G. شاشة الموبايل جاية على هيئة نوتش ووتر دروب من نوع أموليد بمساحة 6.4 انش دقة فول اتش دي بلس. الموبايل جاي بنسخة واحدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام، وبيدعم زيادة المساحة وتركيب كارت ميموري. أما عن أداء الموبايل، فالموبايل جاي بمعالج من شركة ميديا تك من نوع هيليو بي 90، ومفيش فرق كبير بينه وبين معالج هيليو بي 70 الموجود في موبايل اوبو رينو 2F، وبيقدم اداء جيد جدا. ونخش على كاميرات الموبايل، الموبايل جاي باربع كاميرات خلفيه بارزه شويه صغيرين، الاولى بدقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8F وهي الكاميرا الاساسيه. اما الكاميرا الثانيه جايه بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4F، وهي خاصه في الزوم وبتعمل زوم لحد 5X. جاية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2F، والكاميرا الرابعة جاية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4F، وهي مخصصة في التصوير الأبيض والأسود مع وجود فلاش من نوع ليد فلاش. نخش على الكاميرات الأمامية اللي هي السيلفي، فجاية بدقة 44 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4F، وتدعم التصوير في الإضاءة الخافتة عن طريق الترا نايت سيلفي. الموبايل بيدعم تصوير فيديوهات 4K بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، وبتدعم التصوير بجودة فول اتش دي بدقة 1080 بكسل. ونروح لوسائل الأمان والحماية، الموبايل بيدعم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وبيدعم خاصية الفيس انلوك. والبطارية بتاعة التليفون ضخمة بسعة 4025 ملي أمبير، وبيدعم الشحن السريع بقوة 20 واط. الموبايل جاي بالمنفذ الأحدث USB Type-C، والموبايل متوفر باللون الأزرق وباللون الأسود والأبيض. ونخش على عيوب الموبايل، من أول عيوب الموبايل الكاميرات الخلفية بارزة شوية بعد ما كان أوبو رينو 2 من غير بروز. عموما البروز بيتحل بتركيب الجراب، خامات التصنيع من البلاستيك، كنا بنتمنى ان هي تيجي من الازاز زي اوبو رينو 2F. المعالج مش الاقوى في فئته. ودلوقتي نخش على مميزات الموبايل، الموبايل بيدعم تصوير 4K، وشاشه الاموليد بتقدم اداء ممتاز، زائد خفه وزن الموبايل. البطاريه كبيره وبتدعم الشحن السريع بقوه 20 واط، وبيتم شحن الموبايل خلال ساعه و10 دقائق. وجوده الكاميرا السيلفي عاليه، الموبايل بيدعم كاميرا مخصصة للزوم. هاتف اوبو رينو 3، سكرينة تم وضعها على الشاشة بشكل مسبق، سلك USB من نوع Type-C، راس الشاحن بقوة 20 واط، ودبوس معدني، وجراب الظهر، وسماعة الأذن، وضمان الهاتف، وكتيب التعليمات. نخش على سعر الهاتف في مصر، سعر هاتف اوبو رينو 3 في مصر للنسخة الوحيدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5300 جنيه مصري. وبس كده، اهلا باوبو رينو 3 في مصر، وياريت ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس. وبس كده، شكرا.